تعال نبدأ بالحاجات اللي في الأول، الأربعة الكوارتر تيرن الأول. مانداتوريز. ماشي. ماشي. أنا عايز أقول لك أنا فلات جدا ولسه عامل كارديو قبل أصلا ما. ما أنت لو مش فلات مش هتبقى ماشي صح. أه بالظبط. طيب نبتدي مانداتوري كوارتر تيرنز يعني صح؟ أه الفرونت ريلاكس الأول. هعمل اللي أنا بعمله في العادي. أنت عامل عادي خالص. تعرف تعمل البوز ده زيه بالظبط، بس عايز اشوفك من الجنب. ماشي حلو. انا كنت عايز اشوف الحته بتاعت الفلقسه دي. ماشي. الفلقسه. بالظبط. باين الوسط اصغر، وسطك صغير، وبعدين بتطلع ال كابتن برسيوني. شباب بيقول كابتن برسيوني بيقول حاجه، بيقول لك انت عايز اقرب يعني العضله من الاخر اللي انت عايز تبينها اقرب للحكام، والحاجه اللي انت عايز تصغرها ابعد بالظبط. الله ينور عليك. الحكم هنا كده. وبعدين في حاجه بقى كمان، دي اللي كانت قليل عليها، كانت واحده بتاعت بيكيني. هم دايما بيعملوا الحركه اللي بيزق الهيب لورا. تعال نتكلم اناتومي شويه. هي الرجل فين واصله بايه؟ مش واصله بالهيب. فانت مجرد انت رميت الهيب لورا، انت طول بدات تعمل فليكس للريك فيم، فهيبان عندك الريك فيم من فوق من غير ما تعمل اي مجهود. جامد. حلو قوي. ماشي. مفيش حاجه خالص في البوز ده خالص. جامد. كوارتر تيرن تبقى كده ولا كده بقى؟ كله تو ذا رايت، كله بتلف على اليمين، بتلف على اليمين. الف على ايدي اليمين. يعني لا يعني لا يعني لو انا واقف كده كوارتر تيرن بلف على ايدك اليمين. صح. ماشي. عشان شمالك هو يميني فانا متزاول. اتفضلوا يا شباب. ماشي. اللي انا بعمله بقى بس ان انا بحاول ان انا اجيب الهيبس كده شويه. جميل. عشان تبين الجلوتس. هل ده صح؟ صح. انا بحاول صح كده سنه. اعملها زي ما انت بقول لك. ينفع ترجع ورا شويه؟ عايز اشوف رجلك عامله ازاي. اثبت. اول ما تثبت قول لي. ماشي. طيب زي ما انت واقف كده بالظبط، بص لي هقول لك على حاجه. شايف ايدك اللي ورا مغطيه الجلوتس؟ انا عارف انت عندك قصه ان انت دراعاتك طويله شويه، فدي ممكن هتضايقك في الحته دي شويه. انت انا في حاجه انا بحب اعملها، ما اعرفش هتبان بقى هناك. تعالى بقول لك ايه، نشيل الكرسي ده من هنا خالص. يعني دايما بحب زي ما انت عامل كده بالظبط، بس انت باعد رجلك شويه عن بعضها. يعني انا احب دايما مثلا زي ما انت بتقول يبقى انا رجلي باصه كده شويه، ورجلي دي سابقه دي شويه، بس ما بقاش مبين الاثنين سابقين بعض كده. يعني عادي. عارف اللي انت بتعمله في السايد تشيست؟ يعني رجلي اللي جوه تبقى راجع ورا سنه، بحيث ان انا برضو ازق الهامسترنج من ورا. ايوه زي ما انت عامل كده. ماشي. الفكره بقى ان انت لما بتعمل الحركه اللي انت بتقول عليها دي، هي مش بس بتبين الجلوتس، هي بتصغر وسطك كمان. فالفكره انا عايز، انت لما كنت عامل كده انت كل حاجه تمام، بس ايدك دي مغطيه الجلوتس شويه. ابعدها اقربها. هقول لك حاجه حلوه. بص مش هشد، انا هعتبر كده. كده حلو قوي. كده جميل. كده جميل. تاني. حلو قوي ضوي. حلو قوي. بس انت يمكن، بس انا بالنسبه لي انت رجلك اللي ورا دي مرجعها ورا شويه، يعني ممكن تطلع بيها قدام سن. بس كده. بس كده. جامد جامد يا معلم. حلو قوي. ماشي. كوارتر تيرن تو ذا رايت برضو. يا ولد حلو البوز ده. جرب وسع رجلك سنه كده. شوف انت برضو وسعت رجلك ولسه برضو الجاب مقفوله. ما هو دي الفكره. انت ممكن تعمل اكس فريم، يعني انا عايزك رجلك تفضل توسع. هي هتبان اكتر كل ما تنشف اكتر. يعني انت كل ما توسع على قد ما تقدر لحد ما تحس ان الجاب دي هتروح منك. طب كده انت شايف ايه؟ انا كده شايف ان الجاب مقفوله تمام، والاكس بانت اكتر.
خليك زي ما انت كده، ناخد لنا سكرين شوت الصوره. الفوز ده جامد عليك، دون جامد قوي ده، والهامسترنج شغاله وكل حاجه تمام. ماشي كوارتر تيرن، دي ده جنب الاحسن بالنسبه لي ده الاحسن. اوكي جامد جامد قوي، ولا غلطه يا باشا. مين اللي بيشرح لي مين بوزنج يا باشا؟ انت البوز والله. البوز اللي ورا، انت الجلوتس كنت عاملها لبره ولا لجوه؟ ما هي دي بقى حاجه انا عايز اسالك فيها. دايما في ناس تقول لك انت الجلوتس سكويز لجوه، وفي ناس تقول لك رجعها، في ناس تقول لك نزلها لتحت. انا عامه ببقى زي العادي كده وبسكويزت، مش بدخلها لجوه. اوكي بخلي الهيبس نيوترال، بشد الجلوتس يعني اعتبر ان هي كده حرفيا بس. ايوه مش اي حد بيعرف يعمل الحركه دي. بص هقول لك بالظبط كده مثال. بص انت لو عملت سكويز للجلوتس لجوه هتبان تفاصيلها. انا جايب لك فوطه مخصوص النهارده يا كابتن بسيوني. كويس باش، طلع ميه زياده، طلع ميه زياده. لو عملت الجلوتس لجوه دي الطريقه الوحيده الاحسن اللي هتبين لك الكريسماس تري بتاعتك، وهتبين لك التفاصيل بتاع الجلوتس. يعني انت انا مش عارف، انا مفيش اي تري دلوقتي ولا اي حاجه. يعني انت لو عملت لجوه فالكريسماس تري هتشد والجلوتس هتشد، فتفاصيلها هتبان كانك بتعمل هيب من الجنب. يعني اعتبر من الجنب بعمل كده، لا لجوه كده. ايوه كانك بتعمل هيب ثراست بالظبط. انتري يعني عايزني في الباك بوز ادخل الهيبس لجوه ولا زي ما هي؟ ما انا هقول لك، انا هقول لك ايه اللي بيحصل. لو دخلتها لجوه هيبان التفاصيل بتاعه الجلوتس، وهيبان التفاصيل بتاعه الجلوتس، وهيبان الكريسماس تري بتاعتك لو عملتها. وبس الادكتور هتروح، فهيبان جاب بين رجلك. لو عملتها لبره، لو عملتها لبره ايه اللي هيحصل؟ هيبان الحجم بتاع الجلوتس اكتر، وهيبان الادكتور في رجلك، هتبان انها اتخن. في ناس ساعات بتحب تعمل بين ده وبين ده، وانا كنت بعمل كده. بس في حاجه انت عملتها دلوقتي في ناس ما بتعرفش تظبطها. ممكن بالظبط ان انت ترميها لبره، انت الكريسماس تري خلاص انت ممكن تبينها في الاول، بعد كده خلاص بس ارمي الجلوتس لبره، بينت رجلك مليانه. وبعد كده بالظبط تخيل ان انت عارف، كان الواحد بيقولها ازاي، كانك جايب كريدت كارد وبتحطها في تيزك او كوين. فانت هتلاقي نفسك حته ماسل ماين كونكشن شويه كده، ان هو ايه، انا خلاص انا رامي الجلوتس لورا بس شدتها في نفس الوقت من غير ما اجيبها لقدام. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الحركه دي. اخليها نيوترال ولا ارجعها لورا واشد؟ يعني انا ممكن اعمل الاثنين، ممكن اخليها هي دي كده واشدها، ما هي دي هي دي، ممكن اشدها وانا في مكاني. اه كده احسن. يعني هنعتبرها، بص دي العاديه اللي انا بعملها بس. ماشي حلو قوي. في بقى انا مش شادد اي حاجه، في بقى ان انا ممكن ارجع شويه واشد الجلوتس. كده احسن، كده احسن. رجلك اصلا بتبان ان هي اللي قفلت، الجاب اللي بين رجلك بتبان احسن لو عرفت تعملها كده احسن. ماشي الاثنين سهلين، بس انا الثالثه اللي هي لما لو هيب ثراست لجوه بحس انها جلوتس صغرت، وبحس ان في جلد زياده بان شويه. الجلوت بعملها في النص او لورا بتبقى لسه في سترايشن. ما انت الفكره انت لو عملتها لجوه رجلك هتبان اصغر، بس هيبان عندك تفاصيل الكريسماس تري وتفاصيل الجلوتس، بس كل حاجه بتصغر. فهقول لك انا بعمل حركه في الحته دي لما نيجي للبوزس الثانيه اللي من الظهر. ماشي ماشي، تعالى بقى للبوزس الثانيه المانداتوري التانيين. انت دول تمام. ماشي احتاجك بقى مانداتوريز الماسل راوند. الماسكلاريتي. طيب انا بقى بيبقى عندي مشاكل يا باسيو، يعني مثلا فروم دبل بايسب اللي هو مثلا انا هوريك الفاريشنز اللي انا بعمله وانت قول لي لو شايف حاجه ممكن اغيرها فيها. ماشي بص، يعني في الطبيعيه هي تبقى كده. ماشي حلو. وفي بقى اللي هي الكلاسيك لو انا باجي كده شويه. والله دول الاثنين جامدين، بس انا اقول لك رايي بصراحه، يعني مش ما حدش من الحكام هيقول لك انت بتعمل ايه. يعني انا كنت بعمل كده وكانت بصراحه كويسه. يعني انا كنت عادي بقف عادي اعمل دي وبعدين بقوم جاي في النص مغير عادي. يعني قبل ما انقل عادي براحتك،
بس انا ما اعرفش في البطوله دي هل هم عندهم ده اساسي ولا لا. يعني مثلا في ساعات بيقول لك الفرونت دبل بايسبس لازم يكون كده, بيقول لك اسيمتريكال, بيقول لك اسيمتريكال فرونت دبل بايسبس. يبقى انت خلاص اعمل الاساسيه اللي هي العادي وانت واقف, وانت قبل ما تيجي تعمل الترانزيشن للبوز اللي بعده نجرب لهم واحده كده. وممكن حتى وانت بتعمل دي تقوم جاي مثلا بعد ما تخلص تقوم جاي شادد الكوادز شويه, عامل لوك. لما بتعمل لوك الاستريشن بتاع الكوادز بتبان, يعني شو اوف في النص, يعني انت في النص اعمل اللي انت عايزه. طب هل اصلا دي كويسه ولا محتاجه عدل الحاجه؟ انا شايفها كويسه, بالعكس انا شايفها كويسه قوي. انت ممكن يعني لو عايز لا 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 بالعكس, انت الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها فيها, بس انا مش شايفك محتاجه. انت على فكره ما شاء الله الادكتور عندك فرقت على المره اللي فاتت بكتير. فانت لو انت ما عندكش يعني في ناس مثلا ساعات بيبقى الجاب اللي بين رجليها صغيره, فمثلا ممكن تقوم جاي مثلا بدل ما انت عامل كده ممكن تجيب دي جوه شويه كده تقفل بس, لكن ما فيش حاجه تانية. لكن انت عاملها حلو قوي. تمام. الله يكرمك يا كابتن بسام. ماشي, الفرونت لات سبريد دي اللي انت الوحش بتاعها يا باشا. ايوه وحش يا ضوء, وحش. البوز ده جامد قوي عليك, ولا غلطه, جامد قوي عليك البوز ده. ده محتاجين نعدل فيه حاجه ولا تمام باشا؟ انت ماستر في البوز ده اصلا. هو ده البوز ده اللي هيلتي. انا كان ده احلى بوز عندي برضو. بصراحه لا لا, حلو عليك قوي. ماشي سايد تشست, مش محتاجين نغير فيه حاجه يعني. لا خالص. بس انت جربت تعمله في فاكيوم ولا فاكيوم؟ نجرب. والله حلو. بص انا هقول لك على حاجه, هو بالفاكيوم برضو حلو, يعني الاثنين حلوين, بس في حاجه انا بحسك بتحدف دراعك لقدام شويه, بتجيب كوعك لقدام شويه. ما هو ده بيصغرك. ما انا دي بقى ما اعرفش اظبطها. ما ده بيصغرك. يعني انا لو مكانك انا هبقى واقف من الجنب, هيبقى شكلي عامل كده, انا رامي الهيب لورا, تشيست قدام, مش عامل كده, لا انا اهو كده, مش كده, كده. ممكن تعمل التانية دي كده احسن. انت عندك كتف وكتف؟ انا دي بقى بحاول اظبطها دايما انا عندي الكلام ده ما ظبطتش معايا قبل الشغل لما رحت عملت لي كام جلسه مساج كده, فكولي الدنيا شويه. يا محتاج اظبطها. انا عندي كده برضه, انا عندي, هبعت لك صوره ليه, عندي كتف اعلى من كتف, لان كان عندي كتف كان مخلوع. انت هتشوفها في الباك دبل بايسب اكتر بقى. بس انا بقول لك يعني دي بس اللي اشتغل عليها, بدل ما تقفل نفسك لقدام كده. ممكن الحركه دي تعملها لو انت بتعمل البوز من كده. ايوه, اعمل اللي كنت بالظبط, اعمل بقى زي ما انت كنت بتعمل في الاول. انت كنت بترمي كوعك. ايوه, بلاش دي. دي ممكن تعملها في البوز من ورا. البوز من ورا لما نوصل له هقول لك في حاجه برضو. ماشي, بس هي الحته دي بس دي مهمه قوي عشان ما تصغركش. تمام. ماشي, وبرضو انا مش شايفها دلوقتي, حاول على قد ما تقدر ما تشدش التشيست. يعني لما بتعمل البوز ده, في ساعات ناس لما بتعمل كده بتقوم جايه شاده التشيست بتاعها, فانت شديت التشيست اوتوماتيك, عملت كده قفلت. انت عايز تبقى صدرك كبير. ايوه, حلو قوي كده, كده جامد. عايز تبقى كده جامد قوي, كده جامد قوي. ماشي, سايد تشيست يا باشا. سايد تشيست يا باشا. جامد, ظبطت انت الجاب اللي كانت موجوده زمان. تعليم كابتن بسيوط. بسيوط كنت بعملها كده. في هنا فرق كده. ما بس خلي بالك, هي في الفهم اي فتحه اقفلها. اصل هي برضو خلي بالك, بس شوف انت بقى كده باين اكبر. بس الفكره ان كابتن سيف الضوي عنده جسمه ديزايند فور ديد ليفت. فهو دراعاته طويله شويه. فانت دراعاتك طويله, فالقصه كلها ان انت لما بتيجي تعمل كده زي ما يعني مثلا هتشوف مثلا اللعيبه بودي بيلدرز الكبار قوي, ممكن تلاقيه حتى بيوصل ان هو بيمسك ايده من هنا, والحياه حلوه يعني. انا لو عملت كده صباح الفل يعني. فانا مثلا بعمل كده, لا ضوي ممكن يحتاج يقوم جاي يمسك من هنا. ايوه, حلو قوي, ورجلك مظبوطه وكل حاجه مظبوطه.
ده تمام، مش محتاج مثلا يا بسوني اجي كده شويه لا 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 بتاع ولا هي لا تمام. بص هو بص عامه في السايد تشيست في في اتنين فاريشن، في ناس اللي بتعمله زي ارنولد بس يعني ما يعني نادرا لما تلاقي حد عنده الريب كيج قد ارنولد اللي هو بيعملهم بيبقى متجمع. اه بالظبط. في ناس مثلا في واد كده الماني بشوفه كتير بيقعد يعمل بوز زي ارنولد، شفت الواد ده؟ عارف الواد ده؟ مش فاكر اسمه. اه عارفه الواد ده وشكله شبه ارنولد اصلا. اه 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 شفت الواد ده اصلا الريب كيج عنده قد ايه اصلا؟ اه فهو اوتوماتيك اصلا لو عمل كده بيرفع لفوق كده مش محتاج يلف، تلاقي تشيستو قد كده. اه بس الناس بقى اللي زي حالاتنا الاحسن انت تعمل كده وتلف كده شويه بس ما تبالكش في اللفه يعني، يعني زي ما انت كنت عامل. بس انا عايز اشوف حاجه في البوز ده تاني يعمله تاني كده في السايد تشيست. بص بقى زي ما انت كده بالظبط، شفت اللي كنا بنقوله في الجلوتس هناك؟ اعمل اعمل لقدام. ايوه كده بص لقدام. كل فاكر اللي احنا قلنا؟ بص بمنتهى مش احنا كنا هناك بنقول انت لما بتعمل قرش ظهرك الجلوتس التفاصيل بتاعتها بتروح لكن بتبان اكبر. نفس الكلام انت في البوز ده، وهي رخمه شويه انت مش عايز تعمل قرش خالص. فمش عايز يبقى لو في قرش في ظهرك الجلوس هتبقى شدتها رخمه مش هتبان قوي. انا عندي الجنب اليمين ما بعرفش اظبطه خالص بصراحه. يعني انت عايز تبقى غير قرش بس هنا ما. ايوه كده انت عايز تبقى بص كده. في ناس عشان في ناس ساعات بتبقى عايز عشان تبين الصدر كبير فبتقوم جايه عامله كده وتلاقيه يبدا يرمي لورا كده. لا انا عايزك تبقى كده اهو كده مظبوطه شويه. ايوه كده احسن كتير. ابقى شوفها حتى في الفيديو اصلا بان التفاصيل اكتر. هتلاقي رخمه شويه معاك في الاول ورخامتها ان انت ازاي ما تشدش الهامسترنج وتعمل الحركه دي. ما هي دي الفكره. اه يعني انا اصلا اللي بعمله عشان اشد الهامسترنج انا مش بعرف ابينها في البوز ده، فبضطر ان انا بسكويز الجلوت فالهامسترنج اللي بتنزل. ما هي اه دي الفكره. انت الفكره انت لو شديت الهامسترنج بتصغر، مع ان في ناس بتحب تعملها بتصغر. بس لما تكون الهامسترنج بتاعتهم عملاقه يعني. ما بالظبط. بس حلو ماشي. سايد ترايسبس اي سايد صح؟ اللي انت عايزه. ما كده كده لو هتعمل الاثنين فشوف اللي يريحك اعمله. انت كده كده هتطبق على ده هيبقى زي ده نفس السايد تشيست في كل حاجه. انا بقى البوز ده بحسه غريب بقى. ليه بقى؟ بالعكس جامد فشخ. ايوه ايوه عادي شكل. الحته دي انا اتعلمتها منك. لا والله بتاع الرفرفه دي. ايوه في الفيديو بتاعك بتاع البطوله اللي فاتت لما كنت مع كريس وقعد يقول لك كانك بتعمل رفرفه عشان تعمل رفرفه اللي هو امنع نفسك من عشان الكتف. عشان الكتف تفاصيله تبان. اه الكتف ايه؟ كتف حلاوه. الله يكرمك. اه والله لا جامد والله جامد ما شاء الله. والبوز حلو على فكره. محتاج اعدل فيه حاجه؟ لا 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 خالص 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 ماشي. لف يا ضوي لما مؤاخذه باك. ماشي باك دبل بايسبس. جامد. هنا بقى اللي انا بقول لك عليه، شوف انت عندك دلوقتي لما تنشف كمان هتبان اكتر. لا لا مش بتكلم على فوق، بتكلم على تحت الاول. هنا بان الجاب اللي بين رجلك وبعضها عشان انت عامل سكويز لجوه. بص لي كده. بص انا هقول لك انا بحب اعمل ايه. اول ما باجي اضرب البوز هنا بقى انا عايز اوريهم ان انا عندي كريسماس تري، فانا هعمل رجلي كده والتانيه مع اول كعب رجلي ده على طول. في ناس بتبالغ في فتحه رجلها قوي. انت مش عايز تبالغ، عايز تقلل الجابس. انت عارف ان المبدا تقلل الجابس على طول، على طول الجابس. فانا رجلي دي كده والتانيه ورا، وانا بعمله اول حاجه هعملها هجيب كل حاجه لقدام كانك بالظبط بتعمل سيتي درو. سيتي درو هقول لك اسمها ايه، بتاعت اللاتس مش بتاعت الابر باك. اه بالظبط. يعني عامل كده وبعمل كده كانك عايز كوعك لتحت مش كوعك لورا. في ناس لما تيجي تعمل البوز ده من الظهر بتلاقيها بتعمل كده كده وتعمل كده عشان تبان الكريسماس تري. لا ما تعملش كده، ظهرك بيصغر. لا اعمل كده مش كده كده، وهات كل حاجه لقدام. هنا الكريسماس تري هتشد والجلوتس هتشد.
اجيب كل حاجه لقدام. اه كل حاجه لقدام. وبعد ما تخلص خلاص بقى انت جبت كل حاجه لقدام، بينت كل التفاصيل، ارمي لورا بقى وهات الجلوتس لورا تاني. ارمي لورا كله بقى. تمام نجرب كده كل حاجه لقدام. ركز ان انت بتلعب لاتس، ركز ان انت بتلعب لاتس. ايوه كده احسن، كده الجابس قفلت، كل حاجه قفلت. ابقى شوفها احسن بكتير. بس انت برضو وانت بتعمل البوز نفس المشكله اللي كانت عندي، وانت بتعمل كده في ايد بتطلع عن ايد. هي بس ده هتلاقي الدنيا فيها تايتنس شويه يعني. وبعدين كده كده اصلا لما بتنشف مش بتحتاج تعمل مجهود في البوزنج اصلا. يعني انا بشوف ساعات ناس بتقعد في البوزنج عماله عامله كده، عماله اللي هو ايه ده ايه ده، بتعسف نفسك على كل حاجه باينه اصلا. اه بس بقى كمان كنت بعمل حاجه حلوه، كنت باجي في اي بوز ظهري للحكام ده باخد فيه فرصه ان انا اتنفس براحتي، اتنفس. يعني في ناس حتى في البوزز اللي بالظهر اللات سبريد الرير لات سبريد ورير دبل بايسبس اللي بيقعدوا يشدوا بطنهم وتعبين نفسهم. هو قفل ولا اه بيقول ان هو قرب يقفل، بيقعدوا يشدوا اه بيقعدوا يشدوا بطنهم. يا عم ريح بطنك عادي، اتنفس. لان انت لما هتلف، لما هتلف هتتفشخ. بس جامد. طيب ادينا رير لات سبريد يا باشا، مفيش في اي حاجه، مفيش في اي حاجه. البوز بوز حلو، هي الحته اللي قلت لك عليها بتاع الجلوتس دي بس. اعمله تاني ماشي، معلش مره كمان، مره كمان، مره واحده كمان. يا باشا انا من عندي قبل عندي. يا سلام. انا دلوقتي ادخل الجلوتس كلها لجوه. ايوه اعصر كل حاجه، كانك بتعمل سيتي درو، كانك بتزق كوعك لتحت مش لورا. هاي ايوه بص، هي تاخد معاك شويه يعني. انت عندك الجنب اللي انا مش عارف هو يمينك ولا شمالك مظبوط اكتر. هقول لك انا بعرفها ازاي. انت عندك الجنب الشمال انت بتعمله كانك بتعمل لات، الجنب اليمين عندك شغال تيرس ميجر. الله ينور. شغل تيرس ميجر. طب انا هنزل، جرب انزل كتاف الاثنين لتحت. ايوه كانك بتلعب لات، كانك بتعمل سيتي درو لات. انت ايوه حلو احسن كتير، بس ما تملش لقدام قوي بقى. خليك زي ما انت ماشي، خلاص كمل كمل. حلو آه. ارفع دراعك فوق سنك كده، كوعك قصدي يعني. ماشي حلوه ده، حلوه ماشي. 100 100 رير لات سبريد يا باشا. رير لات سبريد على فكره انا كنت بشد المايو، حاجه فعلا انا كنت بشد المايو برضو فيها على فكره زي اللي قدام. اه هو لا تحس ان هي فاهم تديك تيبر. اه بالظبط. حلوه ده، حلوه قوي، ما فيهوش حاجه يعني. بص انا في حاجتين ممكن اقولهم لك بس انا فعلا ما بعرفش اشرحهم يعني. في احاول افهم. اه انا ما بعرفش حتى اقول لك تعمل ايه، ما اعرفش. في الرير لات سبريد، الله يمسيه بالخير استاذ راف ديزل. كان قالها لي، يا اما انت بتحاول تجيب عرض اكتر او تفاصيل اكتر. انا مثلا انا ده اضعف بوز عندي، انا سيء في البوز ده. ليه؟ لان انا مش عريض، انا كنز شويه. ماشي ففي طريقتين، في طريقه البودي بيلدرز بيعملوها مثلا، او اللي هم بتوع زي مثلا واحد زي روني كولمان والناس العظيمه دي، فلما بيجي يعمل كده بيفتح خالص لبره ويرمي. هنا بقى زي ما انت بتقول بيقفل صدره كده خالص. بس انا لما بعمل كده ولا انا خدت العرض ولا انا خدت التفاصيل، لان انا مش عريض. فانا بعمله زي ما بعمل اللي قدامي يعني، بدل ما انا هعمل كده لا انا هعمل كده. ممكن بقى الفرق فيه ان انا مثلا بعمل ايه؟ بعد ما بعمل البوز بحس بالكتف الخلفي شويه. بحاول احط تنشن على الكتف الخلفي شويه. فلما بعمل كده بحس ان تفاصيل ظهري بتبان اكتر بكتير. فعلى الاقل طلعت تفاصيل. اللي انت عملته شكله حلو عليك. يعني اللي انت عملته شكله حلو. بس يعني لما كل ما تنشف اكتر جرب كده، يعني جرب كده ايه، حط الموبايل. اه جرب كده شوف ده وشوف ده، بس انا شايف ان انت عملته حلو. والحلو كمان انت عارف تشد الاثنين هامسترينج. في ناس كتير لما بتيجي تعمل الرجل ثابته ورجل راجعه لورا ما بتعرفش تشد الرجل الثابته. ما بتعرفش تشد التاني. في ناس ما بتعرفش ده خالص. الحمد لله.
ماشي. عندنا ايه تاني كده؟ خلصنا ال ابزنتايز. ابزنتايز. ارمي الهيب لورا برضه. ايوه. حلو، جامد جامد. اهو انت بتحب تعمله بالجنب صح؟ حاجة. بص انا دايما بجرب، بس انا ممكن أعمل، انا العادي بعمله يعني في البطولة كنت بعمله لقدام كده. ايوه، فاكيوم كده. لما تعمل فاكيوم حاول تسحب جسمك لفوق شويه، يعني انت لفوق. يعني انت الابز عامل كده، لما تعمل فاكيوم ما اعرفش باين اللي انا عملته ده ولا لا. صعبه 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 صعبه. كده بقى كده احلى. بس انت لا، انت عندك برضو التورسو مش كبير، فلما بتعمل كده بتدي الفاكيوم، بتدي مساحه جوه كده اكتر. مساحه. فشكلها حلو، وظابط ايدك ورا وعامل حركات. يا باشا تعليم كابتن بسيوني. كابتن بسيوني انا محتاج بقى اتعلم من حضرتك الارنولد بوز، ان هو يا اما بيبقى كويس معايا يا اما بيخيش معايا. ماشي. طب ايه مشكلتك فيها؟ اعمله كده. بص يعني ده الارنولد بوز بتاعي بيبقى كده. طب انت عايز ايه بقى؟ طيب يعني انت عايز ايه بقى؟ بحس ان رجلي، والله بحس ان رجلي ما فيهاش هامسترنج، يعني بحس ان مش باينه. متهيألك والله، بس انا شايفه حلو جدا. اصور ما فيهوش لعب في الرجل قوي يعني. انا ما يعني انت عملته حلو فشخ، عملته حلو قوي. مش شايف ان في حاجه يعني. وانا بحب الطريقه دي، في ناس تانية بتعمله بطريقه انا ما بحبهاش. انا شايفه جامد بصراحه، جامد جامد يعني. يا ولا مين مين ده يا جدعان؟ لوجان. انا شايفه جامد. بحس ان هي اما بتطلع حلوه اما وحشه. بالعكس بالعكس، انت بتهيألك. بس هي اصلا انا البوز ده لما باجي اعمله بالراحه ما بيظبطش معايا، لازم اخطفه كده فاهم. وانا لازم تخطفه، يا اما بتحس ان انت بيطلع معاق. لا في ناس بقى لما تيجي ساعات تعمله، يعني انا بحب اعمله زي ما انت بتعمل كده، اللي هو كده كده. في ناس بقى ساعات بتقعد تعمل كده، انا ما بحبش الحاجات دي. عايزين نقولها، كابتن بسيوني عنده كورس للبوزنج، بيعلمك فيه البوزنج واساسيات البوزنج، ان انت من الاخر لو لا تفقه شيء عن البوزنج هتعرف من الاخر ان انت ايه، يعني مش هتبقى حريف 100%، ولكن هيعلمك ازاي تقدر تشق طريقك في البوزنج. لان انت من الاول والاخر لو عندك احسن حجم احسن كونديشن، بس مش عارف ان انت تعرض البوزز الاساسيه قدام الجادجز او قدام الحكام، انت يعتبر شغلك كله كده راح. فانا برضو هسيب اللينك بتاع الكورس بتاع بسيوني هنا. وصدقوني يا شباب، انا شفت الكورس ده قبل اصلا ما ينزل. الكورس فعلا فيه الحاجات اللي هتخليك تعرف تضرب الوضع وتعمل البوز، وعلى حسب جسمك كمان، لان برضو شكل عن شكل يفرق. زي ما كابتن مسوني بيقول، انا مثلا شخصيا في السايد تشيست بحط ايدي هنا، فانا بحط هنا عشان اقفل الجاب حرفيا. هو بيعلمك الاساسيات ان انت تقدر تعمل بيها الكلام دوت. والله يا حبيبي يا كابتن سيف، والله يعني مش عارف اقول لك ايه. انا عايز اضيف نقطه صغيره، وفي ناس فعلا للاسف بيهملوا في موضوع البوزنج. سيبك من الكورس بتاعي، انسى الكورس ده خالص، بس خلينا نتكلم مثلا في بجد. ازاي انت واحد عايز يتقال عليك برو وانت واقف على الستيج بترعش، او واقف على الستيج عامل البوز غلط؟ يعني يعني الحكم نفسه هيبقى قاعد عمال يبص عليك. وبعدين كمان في ناس البوزنج بتاعها للاسف بيوقعها كتير، انت عندك حاجه مش عارف تظهرها. ف مهم، والمهم ان كمان لو اتمرنت عليه في الاوف سيزون صدقني هيساعدك كتير في وانت بتحضر. هو مش الطف حاجه، بتبقى شايف نفسك مش مبسوط من شكلك، عمال بتنهج وعمال بتعرق وي وي وي. بس في الاول والاخر في الـ في الـ في الـ في الـ قبل البطوله في البريب هتلاقي الموضوع سهل. وايا كان بقى، خدت كورس بس بسيوني، حد قال لك حاجه، عملت اللي من غير براكتس ولا حاجه، شطبنا. ما تنسوش يا شباب، قبل بص قبل ما تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكل ده، تعملوا فولو للراجل ده، ان الراجل ده بيقول كلام من ده من الاخر. بصراحه يعني كان معاكم سيف الضوي وبسيوني، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام يا شباب. سلام عليكم.